عملت ايه مع حسن؟ فضل مستخبي في شقة كمال عشان ما واجهنيش، بس الكلام اللي كنت عايز اقوله له وصل له، ولو هو فكر بعقل شوية هيروح يسحب البلاغ. المشكلة ان كمال مش هيسيبه يسحب البلاغ، دي الفرصة اللي مستنيها عشان يوقعنا. مش قلقان، هعرف اطلع منها برضه. المشكلة دلوقتي في المادة اللي موجودة في المخزن، اكيد محمود هيحط ايده على كل المخازن، ممكن يقوم بتحليل المادة ويعرف اللي فيها. طب والمشتري اللي اتفقتوا معه عشان ياخد المادة؟ رجع في الاتفاق. في ايه؟ عثمان ازاي الحيوان ده مع الهام؟ وصلها ازاي اصلا؟ رايح فين؟ انا جاي معاك. خليك انت هنا وبلغني باي حاجه يعملها محمود. موري يا موري بيبي. ايه ده؟ انت بتعملي ايه هنا؟ بصحيك عشان نروح الجامعة. لا انا مش هروح، انا مش هروح. خلاص انا كمان مش هروح. انت ايه اللي انت بتعمليه ده؟ ايه في ايه؟ هنام. ايه ده؟ والعمل هيشتغل ولا ايه؟ في ايه يا موري؟ انت اللي في ايه؟ على فكرة احنا مش لوحدنا، كلهم موجودين في البيت. على فكرة بقى كلهم عارفين ان احنا متجوزين. ايه ده؟ انت واقفة عندك هنا بتعملي ايه؟ في حاجة؟ صباح الخير يا فوز. ما يصحش كده يا استاذ مروان، مادام الهام ما يرضهاش الوضع ده. والله هو اللي ما يصحش ان انت تقفي تتصنطي على ابواب الاوض. بس ايه ده؟ انا اسف يا فوز. ممكن تعتذري لها بقى اللي انت عملتيه دلوقتي ده؟ لا طبعا انا مش هعتذر. ايه اللي المفروض تعتذر؟ لا تعتذر لي ولا اعتذر لها. حصل خير عن اسمكم. لا 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 استنى استنى. ممكن تعتذر لها دلوقتي؟ لا طبعا مش هعتذر لها. يلا. سوري. دلوقتي بقى اتفضلي استنيني تحت لحد ما اغير هدومي وانزل لك. اوكي. استنى يا فوز، ممكن تبطلي تقولي لي يا استاذ مروان دي بقى؟ انا هنزل اعمل لك سندوتشات. يا مروان راجب ايه؟ راجب ايه؟ انا اسف يعني لو كنت بعطل حضرتك عن الشغل، انا بس كان في موضوع مهم كده كنت عايز اكلمك فيه. ممكن؟ اتفضل. حضرتك عارف ان انا والدي كان تعبان، وللاسف يعني اليومين دول زاد عليه المرض قوي، فانا حضرتك كنت بفكر يعني انقله مستشفى، وحضرتك عارف يعني ان مصاريف المستشفى بتبقى كتير. راجب ايه؟ ايه يا ابني انت ماشي بالراحة ليه؟ ما تجري شوية. ايه يا فايزة؟ ايوه كده الدنيا نورت بدل الضلمة اللي انت كنت قاعدة فيها دي. يلا يلا اشربي بقى قبل ما يبرد. لا 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 مش قادرة، ماليش نفس. عشان خاطري بوقين بس يدفوا لك معدتك. عشان خاطري يا فايزة مش عايزة. لا حول ولا قوة الا بالله. اللي صابك بس انت كنت زي الوردة المفتحة. الولاد فين؟
لينا راحت من بدري على الشغل ومروان نزل على الكلية وعلي لسه ما رجعش من السفر. لا ما هو علي مش هيرجع تاني خلاص. ليه بس كفى الله الشر؟ علشان ده مش علي. مش علي ازاي يعني؟ ده نصاب زي كل اللي جوه قبل كده. سبتي وانا اللي قلت خلاص ربنا هيعوضني. لما رجع كنت ببص له كانه لسه مختفي من قدامي امبارح ولقيته النهارده. بس يظهر ان مفيش فايده يا فايزه. كل حاجه راحت. كل حاجه. ليه ما سبتونيش اموت بدل كل الوجع ده؟ اختفي من بقك. اختفي من بقك ما تقوليش كده. يعني كل من فاتوا حبيبه ولا يسيت عليه الدنيا هيموت روحه. انتي مؤمنة وموحدة بالله. ان شاء الله ربنا هيرضيكي وهيكبر بخاطرك. بكرة تشوفي وتقولي فايزة قالت. ونعم بالله. خرجي يا يلا. انت بتخونيني يا إلهام؟ بتخونيني؟ الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده ليه؟ انت فاكر كل الناس زيك؟ لا كنت فاكر ان انت غير كل الناس. أنا اللي بسألك مين ده؟ ده كلاينت عندي في السنتر. كلاينت عندك في السنتر؟ عرفت إمتى؟ من كام شهر يعني. اسمه إيه؟ اسمه أسامة. اسمه أسامة. حسابنا بعدين بس مش دلوقتي. عنوانه إيه؟ ليه هتعمل ايه؟ عنوان ايه بقولك؟ يا ادخل. اهلا يا لينا. اهلا يا جد. ايه الاخبار يا ستي؟ كله تمام. كان عندي ميتنج الصبح مع انكل هشام وبابي بس رحت لبابي المكتب لقيتوش موجود. اتكلمتيه على الموبايل؟ كلمته قال لي ان عنده مشوار جاله فجأة مهم وهيحاول يرجع تاني. طب وايه المشكلة؟ حاسة اني مخنوقة يا جدو. على قد ما انا متضايقة من اللي بابي عمله على قد ما انا مش قادرة اشوفه بيمشي من الشركة بالطريقة دي. انا يا بنتي ما كانش قدامي غير كده. ما اقدرش استأمن راجع على الشركة بعد اللي عمله. انا فاهمة بس برضو مش عارفة اشوف انكل هشام بيحل محل بابي كده. يا حبيبتي ده مؤقت. انما بعد كده انت اللي هتشيل المسؤوليه وانت اللي هتدير الشركه دي. طبعا انا ما قلتش الكلام ده لهشام. ايوه جدو بس دي مسؤوليه كبيره قوي. وانت قدها يا حبيبتي. شوفي ما اكدبش عليكي. انا اول ما لقينا علي قلت كويس هيقعد جنب راجي يتعلم منه وياخد خبره ويدير الشركه. لكن بعد اللي حصل بقى ما قدامش الا انت. انت الوحيده اللي تقدري تتحملي المسؤوليه. أخوكي مروان للأسف ملوش في الحاجات دي خالص. الكلام ده كتير عليا ويا جدو. لا أبدا يا لينا صدقيني. قولي لي أنت اتكلمتي مع ماما بعد اللي حصل؟ أه خفيف أوي. مامي قافلة على نفسها أوي يا جدو، حتى الجمعية ما بقتش تروح اليومين اللي فاتوا دول. بقول لك إيه يا جدو؟ هو إيه حوار الهدية اللي جابها لها أسامة ده؟ والله مش عارف. أنا كنت حابب أسألها بس قلت أستنى لما حالتها النفسية تبقى أحسن، خصوصا إن الدكتور نبيل قال لي ما أضغطش عليها لحد ما تعدي الأزمة. أيوه هي ليه أصلا قبلت الهدية مني؟ الله أعلم.
اوعى كده. ايه ده؟ ايه ده؟ انت رايح فين؟ مين حضرتك؟ فين عثمان؟ عثمان مين؟ حسام ولا اسمه ايه الزفت ده؟ عقده خلص ومشي النهارده الصبح. والله؟ ايوه عقده خلص ومشي الصبح. انا متاكد ان هو هنا. وانا بقول لك الراجل اللي انت بتدور عليه كان مأجر ومشي. بقول لك ايه؟ انت لما تمشي الفيلا دلوقتي حالا وخرجت هبقى لك فلوس النجده. طيب. الو؟ فلوس النجده؟ من فضل حضرتك في واحد هجم عليا في الفيلا. انت بتعمل ايه؟ ايه ده؟ انت اللي بتعمل ايه؟ هو سأل واحد هتجاوبني عليه وبعدها همشي. اللي اسمه اسامه ده، تعرف راح فين؟ لا معرفش، بس هو كلمني الصبح وقال لي من فضلك انا هسيب الفيلا. جيت له وخدت المفاتيح واطمنت على الفيلا ومشي. ماشي. باركي لي يا نانسي. اخيرا اداره الشركه وكل حاجه بقت في ايدي. انت بتتكلم جد؟ بجد يا هشام؟ بجد يا حبيبي. الف مبروك الف مبروك. طب وراجي؟ راجي تقريبا اتركن عرف. محمود النهارده سلمني الاداره وكل حاجه. راجي لسه في الشركه بس ما بقاش لي اي سلطه زي الاول. شويه وقت ويمكن يمشي خالص من الشركه. مبروك يا حبيبي. انا فرحانه قوي يا هشام. انت كمان تعبت قوي. كفايه ان انت ما رضيتش تفتح مكتب المحاماه بتاعك عشان تفضل معاهم في الشركه. اه الحمد لله بقى تعبي جاب فايده. اه بس ما تنساش يعني ان الفايده دي جت لما كان في حد بيشجعك اللي هو انا، فما تنكرش. لا طبعا مش هنكر، بس بيني وبينك انا قلقان على علاقتي برابي. بعد ما خدت مكانه في الشركه اكيد زعلان جدا، حتى لو كان بيحاول ما يبينش ده، لكن انا مش عايز اي حاجه تاثر على علاقتي بيه، على الاقل عشان اروى. لا 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 انت ما تفكرش في الحكايه دي دلوقتي خالص. وبعدين انا هبقى اقول لك تعمل ايه تاني يا نانسي. هشام مش وقته. ها هتعزمني فين النهارده؟ يعني ايه يا حسن؟ مش فاهم. يعني يا باشا انا قلت لك من الاول نجيبه وندمدم وشه لحد ما يعترف بكل حاجه، وانت اللي قلت لي استنى. ادينا دلوقتي مش عارفين نوصل له. انا مش ساكت يا حسن. انا كلمت ناس معارفي في شركه المحمول عشان يعرفوا لي مكانه من رقم موبايله. معارفك اللي في شركه المحمول دول مش هيعرفوا يعملوا حاجه يا باشا. مش هيعرفوا ليه بقى؟ لانه قافل موبايله. انا ليا واحد زميلي كان بيسرق الموبايلات ويقطعها ويبيعها قطع غيار. ما كانش البوليس بيعرف يوصل له. ليه بقى؟ عشان ما كانش بيفتح الموبايل. ما انت لو تعرف رقم عربيته انا هقدر اجيبه. يا باشا انا اعرف رقم عربيته ليه ولا اركز معاه ليه؟ ما انا كان معايا عنوانه ممكن اجيبه من قفا امه. خلاص خلاص يا حسن، اللي حصل حصل. حتى لو ما قدرناش نوصل له في عندنا اهم، فريد. ده بقى اللي لازم نركز معاه علشان نثبت عليه التهمه. فاهم يا حسن؟ الو يا رامز، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ بقول لك يا رامز، انا كنت عايز منك خدمه كده. تعرف رقم عربيه اللي اسمه اسامه ده؟ هتجنن يا فريد. اهدى يا راجل شويه. كنتش اتخيل ابدا ان الكلب عثمان ده يوصل لالهام ويضربني في مقتل، وانا اللي مش قادر اوصل له. بس كل ده بسبب تقصيرك انت. من ساعه ما وصلت ماسوره علي وانا قلت لك لازم نوصل لعثمان، وانت ولا عملت اي حاجه. تقصير انا؟ انا كنت هجيبه منين؟ ومين كان يتصور ان عثمان كان ممكن يقرب لعيلتك تاني بعد اللي جراله زمان؟ او انه كان ممكن يلف اللفه دي ويوصل لالهام؟ ما كفوش انه دمر حياتي زمان، جه دلوقتي عشان يكمل عليا. اللي مجنني ان انا مش قادر الوم الهام، لان انا السبب في كل اللي بيحصل ده. راجي، متعرفش العلاقه اللي بينهم وصلت لحد فين؟ ملحقتش، ما قدرتش اتكلم معاه كتير، كان كل همي ان انا امسكه، بس الكلب هرب قبل ما اوصل له. راجي، لو اتاكدت انها بتخونك فعلا طلقها وريح نفسك. يبقى عثمان غلبني؟ الكلب الحقير كان مخطط لكل حاجه. انا دلوقتي اتاكدت ان هو اللي صورنا انا وبسمه.
رقم التليفون اللي اتبعت لي منه الصور انا وبسمة هو نفس الرقم اللي اتبعت لي منه صور هو وإلهام. وناوي تعمل ايه؟ لازم اوصل لفريد وانت هتساعدني في ده، واول ما اوصل له رادي الحاله اللي انت فيها دي مش هتوصلنا لحاجه، لازم نهدى عشان نفكر بهدوء. اكيد عثمان مش هيفضل مستخبي طول الفتره دي، لازم يظهر وساعتها هنعرف نوصل له ونعمل اللي انت عايزه. مستر هشام الله يبارك فيك يا مالك، انا حبيت اكون اول واحد يبارك لحضرتك على البوزيشن الجديد. الحقيقه انا لسه واصل، فانت فعلا اول واحد يبارك لي وهتكون كمان اول واحد اعتمد عليه. والله يا فندم دي حاجه تشرفني، وان شاء الله يعني اكون قد الثقه بتاعت حضرتك دي. الثقه هتبتدي من النهارده يا مالك. اقعد. اللي هطلبه منك يا مالك ده يعتبر توب سيكريت، محدش يعرفه غيري انا وانت. حاضر. انت هتسافر لمقر الشركه اللي راجي كان بيستورد منها المواد الكيميائيه في الفتره اللي فاتت. انا بعت لهم اكتر من ايميل بس ما حدش بيرد عليا. عايزك تعرف العمليات اللي كانت بتتم هناك مع مين وايه تفاصيلها بالظبط. حاضر، وانا جاهز للسفر في اي وقت. وام علي مش هيجي النهارده كمان؟ لا علي مش جاي النهارده، بس احنا ممكن نلعب العاب تانية كتيره قوي ونعمل حاجات تانية حلوه قوي لغايه ما يجي. اتفقنا؟ خلاص هنمشي احنا وبنجيله بكره اما يجي. يلا. انت ايه اللي جابك هنا؟ وكمان زعلانة؟ واحدة غيرك مفروض تبقى حاسة بالندم ووشها في الأرض. ليه إن شاء الله؟ إذا كنت شايف إن أنا غلطت فأنت غلطت في حق كتير قوي. اكتشفت إن أنا عشت مع واحد عمري كله ما أعرفوش ومش عايزة أعرفه. طب اقعدي عشان نعرف نتكلم. مفيش بينا كلام دلوقتي، خلاص يا راجل. هنتكلم يا إلهام وغصب عنك. لازم أعرف علاقتك بأسامة دي بدأت من إمتى؟ علاقة إيه؟ مفيش بيني وبين الراجل ده أي علاقة. والله اللي أعرفه إنه جاب لك هدية من شهرين. كنت تعرفي من قبل كده بقد ايه؟ هدية ايه؟ الخاتم اللي كدبت عليا وقلت انك جايباه هدية لينا. مين اللي بعتلك ده؟ مفيش غيره طبعا، الكلب اللي انت خدتيني معاه. بقت 10 سنين عشان واحد حقير وواطي قرر انه يفضحك. خنتك؟ اولا انا ما خنتكش، عايز تصدق صدق، مش عايز انت حر. اما صورك اللي معاه في بيته دي تبقى ايه؟ افهم اللي انت عايز تفهمه، انا خلاص ما بقاش فارق معايا، ومش مهم ادافع عن نفسي قدامك لانه ما بقاش يفرق. والحمد لله ان الصور دي جاتلك عشان تحس نفس الاحساس اللي انا حسيته يوم ما شفت صورك مع بسمة. لو انت شايف ان انا زوجة خاينة طلقني. مش هطلقك يا إلهام، مش هطلقك. يا لولو. ايه يا حبيبي؟ ايه قاعده لوحدك ليه؟ عادي يعني. انت ايه صحابك مش خارجين؟ ايه اللي رجعك بدري؟ احنا خارجين، انا اللي رجعت بدري عشان عايز اتكلم معاكي. الصبح بتخرجي قبل ما بصحى، ولما برجع بالليل متاخر بلاقيكي نمتي. فاهمة؟ عايز تتكلم معايا في ايه؟ عايز اعرف في ايه؟ مالكو؟ مالناش يا مروان، ما احنا كويسين اهو، مفيش اي حاجه. كويسين ايه لين؟ بابي بات بره البيت، ماما قافله على نفسها الاوضه على طول،
وعلي سافر مره واحده وما قالش هيرجع امتى. هو في ايه؟ بص يا مروان، بصراحه بابي ومامي اتخانقوا خناقه كبيره قوي، وبسبب الخناقه دي علي ساب البيت. اتخانقوا ليه؟ مش عارفه يعني. هو انا ليه حاسس انك عارفه حاجه ومش عايزه تقولي لي؟ احساسك صح يا مروان. انت الوحيد اللي فينا اللي كان احساسك صح. مامي بليز ممكن تخشي تستريحي؟ انت تسكتي خالص، وكفايه كده بقى لغايه كده. لازم يبقى عارف ان اللي كان عايش معانا ده مش علي، مش اخوك. كل اللي حصل ده كان نصب؟ كل اللي حصل ده كان نصب؟ وانت كنت عارفه؟ خليتوني اصدق ان اخويا واحكي له عن كل حاجه في حياتي هو نصاب؟ هفهمك. انا كنت صح من الاول وكلكم ما صدقتونيش. مش مروان وانت في الحاله دي. انت عارفه من امتى؟ من فتره صغيره. وازاي انا ما اعرفش؟ ليه ما قلتليش؟ ليه سبتيه يعمل فينا كده؟ ليه سبتيه يتعامل معانا انا اخويا؟ مروان انا خفت عليك. انا عارفك انت عصبي ازاي، انا خفت تاذي نفسك. انا مش طفل عشان تتعاملوا معايا كده. مش محتاج خوفك ده. انا محتاج تتعاملوا معايا لاني واحد من البيت. أنا عايز أعرف كل حاجة دلوقتي. الحقيقة هي إن علي مات من 20 سنة، وبابي كان يعرف كل حاجة بس خبى علينا. بابا كان عارف؟ وسابنا طول السنين دي كلها بندور على واحد ميت؟ بابي عمل كده عشاننا، كان خايف علينا وعلى مامي. علشاننا؟ يدمر حياتنا ويحرمنا من ماما طول السنين دي كلها علشاننا؟ انت اكيد بتهزري. هو ده مش تفكير ناس عاقله. بابا قاعد فين دلوقتي؟ بابي عند بسمه السكرتيره بتاعته. ايوه بابي على لقب بسمه السكرتيره من مده كمان. هو ازاي انا ما اعرفش كل ده؟ عشان انت مش موجود اصلا يا مروان. انت ما بتفكرش غير في نفسك وبس، وشايف جوازتك من اروى دي نهايه العالم، رغم ان اللي احنا بنعيشه في البيت ده كل يوم وانت ما تعرفش عنه حاجه هو ده نهايه العالم بالنسبه لي. بص يا مروان، اسمه ايه؟ هو مين؟ النصاب اللي كان قاعد معانا في البيت ده. حسن. قاعد فين؟ انت بتسأل ليه؟ حسن قاعد فين يا لينا؟ أكيد الهوت شوكليت بتاعتي وحشتك. راجي، أنت عارف إن أكتر حاجة بتأثر فيا إني أشوفك متضايق. أنت ليه واخدة الموضوع ببساطة كده؟ لأن أي راجل مكانك هيفكر بعقله شوية هيلاقيه بسيط. أنت ربنا بيحبك. كان زمانك دلوقتي موقف حياتك كلها على واحدة خاينة. ومش بس كده، كمان بتلوم نفسك على أي حاجة غلط تعملها في حقها، وهي ولا سائلة فيك. ومش بعيد كمان دي يعني ما تكونش أول مرة. بس ما أنت مش فاهمة أي حاجة. أفهم إيه؟ أنت مش بتقول إن هي خانتك؟ الخيانة ملهاش أي مبرر. راجل أنت تستاهل حد يحبك، حد يقف جنبك ويسندك. هنتجوز يا بسمة، بس أخلص من المصايب اللي أنا فيها دي.
هتكلمي مين؟ أيوة أستاذ منير، إزاي حضرتك؟ لا لا كله تمام، أنا بس عايزة أبلغك إني هتنازل عن قضية التحرش. من فضلك خلصت الإجراءات كلها. أيوة أيوة أنا متأكدة. متشكرة أوي، مع السلامة. ازيك يا مروان؟ ازيك يا كريم؟ اخوك فين؟ جوه. يا حسن، يا علي، كنت عارف انك جاي. تضربه ليه؟ خش جوه يا كريم. يا حسن بقول لك خش جوه. اخلص اضرب، لو ده هيريحك اضرب. انا ما اتخدعتش فيك، من أول مرة شفتك فيها كنت عارف إنك مش علي، كنت عارف إنك نصاب وقلتلك، فاكر؟ كل الحكاية بس إني سبتك لحد ما تلف الحبل حوالين رقبتك، سبتك لحد ما أنت اللي تقع. أنا بقى اتخدعت فيك، أه والله العظيم اتخدعت فيك، كنت فاكر إن اللي بينا ده حقيقي، كنت فاكر إن أنا وأنت بقينا إخوات بجد. انا كنت بخاف عليك اكتر من كريم نفسه. عملت كده ليه؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ عشان انت ما حطيتش نفسك مكاني، عشان انت ما عشتش عيشتي، عشان ما عندكش عيل صغير نفسك يطلع احسن منك ومش عارف حتى لو تمن انت نفسك. الفلوس؟ عملت كل ده عشان شويه فلوس تغير بيها حياتك؟ ما كانتش هتغير حياتي يا مروان، ما كانتش هتغير حياتي، بس على الاقل كانت هتحسنها. أقول لك حاجة يا مروان، أنت ما بتعرفش أنا خسرت إيه قصاد الفلوس اللي كسبتها. ما تطلعش نفسك غلبان يالا، أنت ما تفرقش أي حاجة عن أي حرامي مكانه السجن. حقك وحقك تقول أكتر من كده كمان، بس افتكر لي الحلو يا مروان، افتكر لي الحلو وحاول تسامحني على كل اللي حصل. سامحه، احمد ربنا اني ما بلغتش عنك، من هنا ورايح ما اشوفش وشك تاني. سامع؟ عشان لو شفت وشك تاني في اي حته مش هسيبك. حسن انت زعلان انت ومروان ليه؟ روح يا كريم هات لي مناديل. يا بسمة انا كلمتك ثلاث مرات ما بترديش ليه؟ طيب انا كنت عايز اعرف اروح القسم امتى عشان اشهد. لا خلاص يا مالك انسى الموضوع ده، انا غيرت رايي. يعني ايه غيرت رايك؟ هي القضيه فيها هزار؟ انا اتنزلت عن القضيه. اتنزلتي؟ بقولك اسمعيني، انا الكلام ده ما يخصنيش، انا الاتفاق اللي كان بيننا انا التزمت بيه وكنت ناوي اشهد معاكي، انت بقى اتنزلتي دي حاجه ترجع لك. بس ما انا عايز الورق اللي اتفقنا عليه. بقولك ايه يا مالك، اعتبر الاتفاق اللي ما بيننا لاغي. وبعدين مين قالك اني ماسكه حاجه على راجي؟ راجي طول عمره ماشي دغري ومفيش اي حاجات دي. يعني هي بقى كده؟ طب تمام، بس خليكي فاكره بقى ان راجي ده ملوش امان. ها بقى كل ده يحصل يا الهام وما تحكيليش؟ احكيلك ايه بس يا نانسي، انا كنت في ايه ولا في ايه؟
مش متخيله حالتي اليومين اللي فاتت كانت عامله ازاي. لا متخيله طبعا. هتستحملي ايه ولا ايه؟ انت كفايه عليكي بس موضوع الزفت اللي اسمه اسامه ده. اهو البني ادم ده بقى انا مش فاهمه خالص. فضل يتقرب لي طول الفتره اللي فاتت عشان في الاخر يصورني ويبعت الصور لراجي. هيستفاد ايه من اللي هو عمله ده؟ ان راجي يطلقك وهو يعرف يتجوزك. ده يبقى مجنون، لاني حتى لو طلقت من راجي عمري ما هرجع ابص في خلقته بعد اللي هو عمله. بقولك ايه يا الهام، انا عايزاكي تصلحي الموضوع مع راجي، بالرغم انه شاف الصور دي الا انه لسه متمسك بيكي. راجل غيره كان طلق في ساعتها. صدقيني يا نانسي انا وراجي خلاص مش هينفع نكمل مع بعض. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ وتسيب اللي اسمه اسامه ده يحقق اللي هو عايزه؟ صدقيني ما بقاش فارق معايا اسامه او غيره، انا وراجي فعلا مش هينفع نكمل مع بعض تاني. ايه هتقعد؟ انت مش كلمتني وقلت لي على المكان هنا؟ ايه اللي اخرك بقى؟ انا ما كنتش جاي اصلا. عايز مني ايه؟ انا بقالي كام يوم سايب البيت وانت ما سالتش عني خالص. ايه نسيت اني لك اب؟ اب؟ ايوه يا مروان، ومهما حصل ده مش هيتغير. غريبة، مع ان اللي اعرفه ان الاب ده المفروض يبقى مثل اعلى لاولاده، وللاسف انا مش شايف ده قدامي خالص. انا مش عازبك على الكلام اللي بتقوله ده دلوقتي عشان مقدر الحالة النفسية اللي انت فيها. لا حاسبني، بس انا كمان هحاسبك. من وانا صغير وانا كل تصرفاتي ما كانتش عاجباك، وعلى طول شايف ان انا مش ملتزم واني مش الابن المثالي اللي انت كنت بتتمناه. بس ما سألتش نفسك ازاي كنت هبقى الابن المثالي لأب زيك. انت قليل ادب وتجاوزت حدودك. مهما حصل ما ينفعش تكلمني بالطريقه دي. انا اصلا مش جاي عشان اتكلم، لان اي كلام هنقوله مش هيغير اللي حصل، مش هيغير حقيقه ان حياتنا باظت بسبب قراراتك وتصرفاتك. مروان انت كبرت خلاص، تقدر تفهم وتقدر ازاي واحد ممكن ياخد قرارات وهو فاكر انها صح وبعد كده يكتشف انها غلط. معقول يا راجل بيه بيغلط؟ مع ان اللي اعرفه ان الغلط ده اللي زيي اللي هم قراراتهم مش محسوبه وعشوائيين كده. ولا ايه يا بابا؟ مروان احترم نفسك واتكلم معايا احسن من كده. انا مش هستحمل طريقتك دي اكتر من كده. انت مش مضطر تستحمل طريقتي دي اكتر من كده، ولا انا كمان. ما قبضتوش غير على واحد بس. ايوه بس التهمه ثابته عليه، لقينا بصماته موجوده مع بصمات تانية على العربيه المسروقه. ادخل. وعلى كده اعترف ولا لسه؟ لسه بنحاول معاه. تمام يا فندم. استنى انت بره. انا شفتك فين قبل كده؟ عادي يخلق مش شبه 40 يا باشا. لا انا متاكد ان انا شفتك. استنى استنى، مش انت اللي كنت في عمارة مسعود في اسكندرية؟ اسكندرية ايه يا باشا؟ ده انا من ناهية، انا عمري ما رحت اسكندرية من وانا عيل صغير قد كده. لا بقى، انا متأكد ان انت اللي كنت في اسكندرية. اعترف انك شغال مع فريد وان هو بعتك ليا عشان يغلوش على بطاقة حسن المزورة. سيب هدوم يا باشا، انا ما اعرفش حاجة عن الموضوع اللي انت بتتكلم عليه ده. انت عايزين تلفقوا لي تهمة تانية؟ هو مفيش غيري في البلد دي ولا ايه؟ ولا الباشا عارفك خلاص. هتتكلم ولا اقوم لك؟ ايه علاقتك بفريد منصور يا فرج؟ والله يا باشا ما اعرف حد بالاسم ده. اسمع يا فرج، لو اعترفت عليه هتنقذ نفسك من تهمه ممكن تخليك تقضي بقيه عمرك كله في السجن. قول اللي تعرفه كله، واوعدك انا همسك القضيه دي بنفسي وهجيب لك حكم مخفف. باشا صدقني ما اعرفش حد بالاسم ده. خلاص يا كمال باشا، اتفضل حضرتك. يا عسكري فندم، خد الواد على الحجز يلا. الحكاية كده باينة زي الشمس. فريد منصور ورا سرقة عربية الشركة. شطارتك بقى
انك تخلي الواد فرج ده يعترف عليه. ما تقلقش يا باشا، العقيد خالد موصيني على القضيه دي بنفسه، ده حتى مستني سعادتك في مكتبه عشان تشرب معاه. طبعا هعدي عليه وانا خارج. متشكر جدا، شرفتنا. الله يخليك. تعبناك يا سيدنا مكيف. ولا يهمك. السلام عليكم. مع السلامه. عليكم السلام. علي. حسن. اسمي حسن. معرفتش اقول لهم لا. حاولت بس معرفتش. حاولت اهرب. فاكره؟ بدل مره اتنين. بس برضه معرفتش. كل مرة بشوف حبك فيها كنت بحاول افهمك انه لا مش انا. انا مش عالية، انا ما استاهلش حبك ده. جيت بس عشان اقول لحضرتك ان انا هسافر. هتروح فين؟ الأستاذ كمال والأستاذ محمود جابوا لي شغلانة كده مرتب كويس يعني عشان أعرف أعيش أنا وكريم. وشوف يعني لو نفعت هفضل قاعد هناك مش هرجع تاني. ياريت بس يجي اليوم اللي ينفع تسامحيني فيه. عارف انه صعب. شوف وشك على خير. ايوه بالظبط هي دي. خش بقى واطلع الدور الاول. لا انا معاك معاك. بالظبط هي الشقه بقى اللي في وش السلم. اقفل بقى عشان افتح لك.